السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض الميت لوف او قالب اللحمة. انا بعمل كل الحاجات الايام دي عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. حاجات تنفع العزومات ويبقى شكلها حلو على السفرة، حتى لو مش عزومات، ولادنا بيبقوا صايمين واحنا عايزين اخر اليوم نفرحهم بحاجة حلوة وشكلها حلو، تفتح نفسهم على الاكل وكمان تكون بسيطة ومش صعبة. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك، واللي يعمل اشتراك يا ريت يفعل زر الجرس عشان يوصل كل الفيديوهات بتاعتي اول باول. هيبقى معانا ايه المكونات؟ هيبقى معانا اول حاجة نص كيلو من اللحم المفروم، عليهم بصلاية متقطعة ناعم، معايا ربع كوباية من البقسماط. البقسماط المطحون الناعم ممكن يبقى برغل وممكن يبقى فيجيتار زي ما انتوا حابين. معايا البهارات ايه؟ معايا رشة من الزنجبيل المطحون ورشة من القرفة ورشة من الفلفل الأسود ومعايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر او البيكنج صودا المتوفر عندنا، ومعايا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من السبع بهارات واخر حاجة معايا من البهارات، معايا رشة من جوزة الطيب ومعايا كمان اخر حاجة معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة حلوة كده مليانة، حط كمان شوية. كل المكونات دي انا هقلبها مع بعض كويس جدا، البس بس الجوانتي وكده. احنا عجننا الكفته بتاعتنا او الميت لوف بتاعنا او قالب اللحمه المفرومه زي ما تحبوا تقولوا عليه، بس لازم نعجنه شويه حلوين، ما يقولوش عن الخمس دقايق عشان كل الحاجات تتجانس مع بعض والكفته بتاعتي ما تفكش معايا. بصوا بالشكل دوت، يعني هتحس ان هما ايه، يعني الكفته نفسها طلعت انسجه، الانسجه دي بتكون دليل على ان هي اتعجنت كويس. هحطها دلوقتي في قالب، القالب الاصلي بتاع الميت لوف او المتعارف عليه اللي هو ده. بنات انا بصراحة مش هعملها في دوت، انا هعملها في القالب دوت، بس دي طبعا حرية شخصية. انا بطنته بالزيت وببقسماط، هحاول اوزع الميت لوف بتاعي بالراحة جدا، وبعد القالب ما بقى جاهز معانا هعمل ايه؟ هدهن الوش بتاعه بمعلقة من الكاتشب، والكاتشب بيدي طعم حلو جدا، ما تقلقوش يعني. وهنحطه في الفرن على الرف، مش الوسطاني، لا هننزل الشبكة تحت شوية، مش على أرضية الفرن ومش في النص، يعني هنخلي الشبكة متوسطنة بس لتحت اكتر، وهحطه على درجة حرارة 200 تقريبا، هياخد من تلت ساعة لنص ساعة لخمس دقايق. اول ما احس ان الميت لوف بتاعي نزل ميته وتشربها تاني، يبقى كده هو المفروض استوى، وهتلاقيه كمان فصل شوية من الحراف. هرفع لو ما كانش الوش لسه اتحمر، هرفعه تحت الشواية دقيقتين بس احمر الوش. وكده قالب الميت لوف بقى جاهز معايا، انا هستنى عليه يهدى شوية، مش لازم يبرد خالص، بس على الاقل يهدى عشان لما اجي اقلبه يتقلب معايا كويس. هقلبه معاكم دلوقتي. وكده الميت لوف بتاعنا بقى جاهز معانا.
بأبسط طريقة، وموضوع سهل جدا وبسيط جدا. احنا طبعا لما نيجي نفتحه هنستنى عليه لما يبرد خالص. انا بس حابة اوريه لكم من جوه قد ايه هو متماسك. بصوا وقد ايه هو جوسي، شايفين؟ حلو جدا. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، ويا ريت اللي يعجبه الوصفة يعمل لايك ويقول لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.